بركات. تعالى يا بلال احكي لي بقى، يعني البدايه صعبه جدا والشكل ما كانش حلو قدام المغرب، خساره بخمسه، ايه اللي حصل؟ والله احنا اول حاجه بنحمد ونشكر ربنا على كل الحمد حاجه لله طبعا. على الصعود نعم. احنا اول ماتش ده الخساره الثقيله ده احنا اتخطفنا صح. فالماتش ده بعديه كابتن احمد الكاس خلاص خلصنا الماتش، دخل لكل واحد الاوضه بالليل بعد الماتش، لكل واحد لكل اتنين اوضه، اتنين في الاوضه تمام، فضل يتكلم معانا ويقول لنا احنا هنبدا من جديد الماتش ده ماتش ونعديه خلاص. وانا كابتن المنتخب جمعت اللعيبه واتكلمنا مع بعض ان احنا لازم نركز في اللي جاي، كان دورك صعب ونقرب من ربنا اكتر. والحمد لله يعني ربنا كرمنا. انتوا واخدين البطوله دي قبل كده؟ خدناها، كانت في شهر 4 اللي فات. البطوله وديه، ايه الفرق ما بين البطوله دي والبطوله دي؟ حسيتوا بقى النادي مؤهله و و و وكنا لاعبين مع المغرب كويس اظن. ايوه البطوله الوديه ده احنا كسبنا، خدنا البطوله برضه بس ما كانت عاديه، لكن البطوله دي حسينا ان امم افريقيا وكاس عالم. فكانت حاجه كبيره لينا. مهند احكي لي تطورات البطوله معاكم، يعني امتى حسيت انه لا الله لا قدر هنخرج، لا احنا ممكن نوصل، احنا ممكن نكمل؟ لا احنا الحمد لله كتبنا معانا وقفلنا على بعض، قفلنا على نفسنا جامد، وكل يوم كنا بنتجمع مع بعض ونتكلم مع بعض، ولسه في امل يا رجاله احنا مش هنطلع، احنا قد المسؤوليه مش وان هنطلع. شاء الله خلاص بقى دوركم دلوقتي، بتفكروا ازاي تكملوا. كابتن احمد يجمعنا لصلاه الفجر كل صلاه نتكلم مع بعض، كل صلاه الفجر على طول كل ما شاء الله. كل يوم نصلي الفجر نتكلم مع بعض، والحمد لله ربنا وفقنا وكرمنا. طيب عمر انت لعبت 3 مباريات اساسي ولعبت في مباراه المغرب في الدقائق الاخيره، دي تاني بطولة تلعبها ولا؟ لا الأولى. الأولى. إيه سبب تأخرك في الاختيار للمنتخب؟ واحكي لي بقى الأجواء نفسها، لأنه الحقيقة المغرب من البلاد الجميلة ومن الشعوب اللي بتحبنا. بيشجعوا فرقتهم لكن بتحس دايما إن هم قريبين من المصريين شوية. لا هو طبعا أنا الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله. دايما ربنا بيجيب الخير. وإن أنا ما أروحش البطولة يمكن كنت هروح أتصاب، يمكن كان فيها ضرر ليا فربنا بعدها عني. وبالفعل الحمد لله رحت البطوله الرسميه. وأديت الحمد لله اداء يعني كويس. انت اصلا منين؟ انا من القاهره. منين؟ من القاهره، ما انا عارف. من المقطم. احنا ما عندناش غير بس مهند اللي من دمياط راس البر، مش كده؟ وانا من المنصوره. والله منصوره؟ المنصوره دي جابت لنا نجوم كتيره جدا يعني. وانت يا زياد محسوب على شبين ولا محسوب على القاهره دلوقتي؟ يعني القاهره. محسوب على القاهره. صحيح يا زياد لك ما شاركتش بس كنا شايفين روحك وشايفين كلكم كمجموعه. اظن انه قصه المجموعه دي فرقت جدا معاكم. هو احنا ما كانش بيفرق مين اللي جوه ومين اللي بره، احنا كنا كلنا يعني فرقه واحده متجمعين قافلين على نفسنا، بالذات كمان بعد الماتش بتاع المغرب كان يعني في حته كده كل واحد ساعات برده بيكون بيفكر في نفسه. انت يعني انا اتفرجت على ماتش المغرب بالكامل، انا شايفكم وعارفكم فرقه كويسه، بس ما دي مش الفرقه خالص ولا المنتخب خالص، وحاله ارتباك يعني داخل فينا جونين في اخر المباراه خلوا الشكل وحش. يعني قول لي كنت حاسس ازاي وانت رغم انك ما بتلعبش كنت بتتعامل مع اللعيبه ازاي، بتقول لهم ايه لزملائك؟ احنا في وقت اللبس لما كنا خسرانين 1-0 احنا بدانا الماتش كويس، يعني صحيح. بدانا كان الماتش في الاول كنا بادئين كويس، كنا ممكن نجيب جون واثنين. بس دخل فينا جون في اخر الشوط الاول، فنزلت لهم الاوضه وقلت لهم يلا ولا يهمكم ان شاء الله هنجيب، لازم ان احنا يعني نجيب في اول ربع ساعه في الشوط الثاني. خسرنا من المغرب وبقت النتيجه ثقيله. قول لي بقى، ما هو انت اللي بيبقى جوه الملعب يعني بيبقى مش طايق نفسه، انتوا بتبقوا اهدى شويه، ايه اللي حصل ما بينك بقى وما بين زملائك، او خدت مين الاقرب ليك بدات تتكلموا؟ انتوا 7 من النادي الاهلي برضو كلكم مجموعه واحده، ما فيهاش الاهلي ولا زمالك ولا انبي ولا حاجه يعني. احنا اول ما بنخش يعني يعتبر كده بننسى النادي، احنا بنفكر في المنتخب واحنا يعني اسره برضو مش بس فريق. وكنا بنجمع بعض، وبعد ماتش المغرب يعني زي كده كان في حاله احباط شويه. وكنا لازم ان احنا نركز كويس، وكنا بنعمل مواعيد للصلاه، احنا كنا عاملينها من الاول بس كنا مركز فيها اكتر، مواعيد للصلاه زي ما هي في مواعيد للاكل ومواعيد للنوم، وكنا بنسحب التليفونات عشان محدش يظهر. حلو. وركزنا كويس قوي ان احنا مين مختص صاحب التليفونات؟ بلال ولا بيسحب؟ بلال. كابتن رخم؟ ولا كابتن؟ يعني لا ظريف. اللي يعرف كده مع اللعيبه. كنا مركزين قوي ان احنا خلاص كده ما فيش اي ما ينفعش ولا تعادل ولا خلاص ما ينفعش ما قدامناش غير الماكسيموم.
وحتى في اول ماتش الجزائر كنا متاخرين، بس كنا ما كانش يعني ما كانش في اي حد يعني فقد الامل، كان نعم. كلنا ايه يعني على ايد واحده كده ان احنا هنكسب، يعني هنكسب صحيح، مش فارقه بقى امتى، في الدقيقه 90 في الدقيقه 10 كنا متاكدين ان احنا هنكسب، والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا الاول والتاني في اول الشوط التاني. نعم بس طيب، هو احسن واحسن حاجه خلتنا ان احنا نصعد ونكمل هي التاهيل النفسي. التاهيل النفسي كابتن كل الجهاز الفني بنشكرهم، كابتن وليد طبعا وليد مهد. وليد مهد مدير شاطر المنتخب، وليد عنده البابا بتاعنا ده كبيرة. هو بيهزر معانا كتير وبيقعد معانا شاطر وليد، وبيدينا محاضرات والله والله بيقعد معانا كتير وبتاع وبيكلمنا، وده احسن حاجه يعني اللي خلتنا نصعد الحمد لله. بس الكاس كمان، الكاس ده حبيبي اصلا. لا ده هو لوحده يعني ده اب لينا، يعني غير ان هو اطيب مخلوق في الدنيا.